تحديث مستوى التنبيه يوم 24/8/2020. ستبقى أوكلاند في مستوى التنبيه 3 حتى الساعة 11:59 دقيقة مساء في 30 أغسطس 2020، وستظل باقي البلاد في مستوى التنبيه 2. سيظل السفر من وإلى أوكلاند مقيدا حتى الساعة 11:59 دقيقة مساء في 30 أغسطس 2020. بعد 30 أغسطس ستختفي نقاط التفتيش وسيكون السفر بين المناطق ممكنا. ستكون هناك قيود إضافية على التجمعات في أوكلاند تحت مستوى الإنذار 2. عند مستوى التنبيه 2 في أوكلاند ستظل التجمعات مقتصرة على 10 أشخاص فقط. ستقتصر الجنازات على 50 شخصا، ويجب أن تستوفي الشروط الأخرى التي حددتها وزارة الصحة. خارج أوكلاند ستظل التجمعات مثل خدمات الكنيسة والمناسبات الاجتماعية مقصورة على 100 شخص. وهنا كانت آخر الأخبار من رئيسة الوزراء جاسيندا أردن يوم 24/8/2020. شكراً لكم.